أقامت الهيئة العامة لحماية البيئة ندوة نقاشية في العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة مدينة الخوخة بمناسبة اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، والذي يصادف 6 نوفمبر من كل عام. وقال مدير مديرية الخوخة سالم عليان إن الندوة ناقشت أثر الحروب على الموارد الطبيعية والإنسان والمخاطر التي تهدد الحياة البحرية والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على تسرب الوقود من خزان صافر العائم الذي ترفض ميليشيات الحوثي تفريغه أو السماح للفريق الهندسي الدولي بالوصول إلى الخزان وصيانته. وأشار إلى أن الميليشيات تصر على تحويل صافر إلى كارثة ستدمر البيئة البحرية في البحر الأحمر وتحرم أكثر من 100,000 صياد من مصدر رزقهم لسنوات طويلة قادمة، بالإضافة إلى إعاقة خط الملاحة الدولية. وفي حال تسرب النفط من خزان صافر العائم فسيلحق الضرر بالجميع وليس اليمن فحسب، لذلك هناك مطالبة ملحة للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الأمر وإلزام جماعة الحوثي بتفريغ الخزان أو السماح للفريق الهندسي بالوصول إليه. يذكر أن تقارير دولية حذرت من خطورة انفجار خزان صافر العائم أو تسرب النفط منه بفعل توقف الصيانة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية.